باقي الفراش بإمكانهم عذك، إزعاجك، وحتى قد تحمل الأمراض، فلا ترغب بوجودهم في بيتك. ولكن كيف تدرك فيما إذا كان موجود عندك؟ هذا الفيديو سوف يشرح لك كيفية البحث عنهم وماذا تعمل إذا وجدتهم. إذا كنت قادرا على التوفير، فمن الأفضل أن تستدعي خبير متدرب في إزالة الآفات ليفتش بيتك عن باقي الفراش، ولكن بإمكانك توفير بعض المال إذا عرفت كيفية تحديد وجودهم. أولا، ابحث عن شرائد أو بقع سمراء صغيرة على الشراشف وأغلفة المخدات. افحص الالتحامات والشقوق في السرير وقاعدة السرير. باقي الفراش يحب الاختباء في هذه الشقوق الصغيرة، فلذلك ابحث بحذر. باقي الفراش كذلك يحب الاختباء خلف لوحة الرأس والمناطق المظلمة الأخرى مثل اللمبات العمودية والالتحامات الموجودة في السجاد. استخدم المرآة والمصباح اليدوي إذا كان باستطاعتك ذلك. باقي الفراش ترغب حتى بالاختباء خلف القاعدة الجدارية للبلاكات الكهربائية. إذا وجدت باقي الفراش، فالمعالجة الأكثر فعالية هي استخدام الخدمة المهنية والتي تستخدم المواد الكيميائية، البخار والحرارة، ولكن قد تكون مكلفة جدا بحدود $1000. إذا لم يكن باستطاعتك توفير المعالجة المهنية، فهنالك بعض الأشياء بإمكانك القيام به، ولكن من المهم أن تتذكر بأنه من الصعب جدا التخلص من باقي الفراش. لذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج، يجب عليك اتخاذ جميع الإجراءات. إذا كنت مؤجرا، اتصل أولا بالمالك. قانون لينكن يتطلب منهم معالجة غزو الآفات، ولكن بإمكانك القيام بدورك لمساعدة العملية. أولا، قم برفع السرير عن الأرضية باستخدام قاعدة للسرير، وهذا سيزيل العديد من مناطق الاختباء للبق ويجعل المعالجة أسهل. القاعدة الحديدية البسيطة تقدر بحوالي $40 إلى $50. إذا وجدت قاعدة مستعملة رخيصة، تأكد من فحصها بالكامل قبل جلبها إلى البيت. الأغلفة الخاصة بالسرير والقاعدة المصنوع خصيصا لمنع بق الفراش تقدر بحوالي $100، بما أنها غالية إلا أنها أرخص من شراء سرير جديد، وهي بمثابة الحاجز الذي يعيق ويسهل عملية تنظيف وتحديد البق. التخلص من الكدس والآثاث غير الضرورية في غرفة النوم يزيل بعض من مناطق الاختباء المفضلة لبق الفراش. قم بغسل جميع الشراشف يوميا وتنشيفها على المقاسات الحارة، إنها فقط تكفي 120 درجة فهرنهايت لقتل البق وبيوذهم. لذلك حتى غلق الشراشف والمخدات في كيس القمامة، ومن ثم تركها في السيارة في اليوم الحار تكفي لقتلهم. قم يوميا بمسح البق بالكامل عن السرير ومدار الألواح حيث التقاء السجاد بالجدار، ثم أرمي كيس المكنسة بعيدا لكي لا تستطيع البق من التسلل إلى الخارج. أوضع طاس من ماء الصابون تحت كل رجل من أرجل السرير لمنع باقي الفراش من التسلل معك إلى الفراش. وأخيرا، بإمكانك استخدام مسحوق يسمى دايتومي الأرضي، والتي يمكن الحصول عليه من محلات المواد المنزلية تحت أسماء بعض الشركات. قم برش المسحوق بكميات قليلة وبشكل حذر حول الألواح خلف البلاكات الكهربائية وتحت السرير. المسحوق سوف يقتل البق، ولكن ستستغرق عدة أيام قبل ملاحظة أي اختلاف. أخيرا، لا تصرف أموالا كثيرة على البخاخات والمواد الكيميائية الموجودة على رفوف المحلات، حيث العلامة قد تتوعد بقتل بق الفراش. أغلبية هذه البخاخات فعالة جدا وقد تكون مضرة للحيوانات والأطفال. البخاخات سوف تقتل البق بالتلامس، ولكن فعاليتها لقتل البق المختبئ قليلا جدا. للحصول على معلومات إضافية حول باقي الفراش، قم بزيارة هذه المواقع الإلكترونية.